فطائر البالون أو المنفوخة. فيها قرمشة وخفيفة جدا رغم إنها مقلية، شوفوا قلبها من الداخل غير شكل كأنه توست. صراحة حبيت جربها وأعطيكم رأيي فيها، عن جد أكتر من رائعة. عملت معها حشوة الدجاج، رح أترك لكم رابط الحشوات بصندوق الوصف. غير شكل، خلينا نشوف طريقة التحضير. السلام عليكم، يعطيكم العافية. نبدأ بالمقادير. عندي نصف كيلو من الطحين، رح أحط عليه نصف معلقة طعام من الخميرة الفورية ونصف معلقة طعام من السكر مشان تفاعل الخميرة. رح أعجن إما بالحليب الدافئ أو بالماء الدافئ، ورح أضيف حليب بودرة، عندي ربع كوب ونصف معلقة شاي من الملح. ها هي المكونات بكل بساطة، ضروري تعجنوها بمادة الحليب، إما بودرة مضاف ماء دافئ أو حليب دافئ، لأن العجينة ما فيها حشوة حتى تكون طرية ورطبة معكم مثل ما شفتوا ببداية الفيديو. إذن أنا وضعت أول كوب من الماء وهلأ عم نضيف من الكوب الثاني. عندي هون زيت نباتي، رح أحط قدر معلقة ونص. رح أحتاج زيت فيما بعد مشان لملمة العجينة، مشان نمسح السطح وقتها بدنا نتركها تتخمر. ما بأضيف، احتجت أقل من كوبين. بحط شوية زيت نباتي على إيدي وهلأ رح أبدأ بلملمة العجينة بهالشكل، ورح أعجنها لمدة 5 دقائق. هيك صارت تمام، ناعمة وطرية، هاي بدون عجانة. بدي امسح بس هيك سطحها بقليل من الزيت وحطها بوعاء مدهون زيت ونغطيها لحتى يتضاعف حجمها. بدي احط لها بس هيك رشة طحين كمان خفيفة حتى ما ينشف سطح العجينة. تاخد معكم حوالي الساعة بكفي. هلأ بعد مرور ساعة ضاعف الحجم، بدي احط بس رشة طحين حتى ما تلزق بالايد وفرغ منها الهواء، بس بدون ما اضغط كتير حتى تطلع معنا العجينة هشة وتنتفخ بالزيت. تبغل هاي الخطوات البسيطة. بدي اقطعها هلأ لقطع متساوية، تطلع معي 8 قطع. رح اكورها بهذا الشكل، بنغطيها حتى ما تنشف. مباشرة رح ابدأ بفرد العجينة. باخد اول قطعة شكلتها. عندي هون حليب سائل وسمسم، سمسم غير محمص. بضغط على العجينة شي بسيط، بمسكها بهاي الطريقة، بغطسها بالحليب السائل أو حليب بودرة مع ماء سمسم، بنحط رشة طحين، بنمسدها بهدوء، ما بضغط كتير بالشوبك بهاي الطريقة، شايفين تمسيد حتى تتم محافظة على الهواء اللي بداخلها وتنتفخ معنا أثناء القلي مشان ما تلزق. ضروري تحطوا الطحين لأن في حليب سائل. بخلي سماكتها معقولة، لا رقيقة كتير ولا سميكي. تخلص من كمية الطحين الزائد، وهلأ منقطعها حسب الرغبة، إما مثلثات أو بتصغروا حجم قطع العجين وبتخلون أنصاف مثل الهلال. شايفين هاي السماكة اللي بدنا إياها، برفعهم وبحطهم على قطعة قماش. أفضل ما أحط رشة طحين تحتهم وصفهم بصينية.
خلص كل الكمية وغطيتهم حتى ما ينشفوا مباشرة بدون ما نخمرهم. رح أسخن الزيت. كمان طريقة القلي كتير مهمة، الزيت لازم نسخنه، ارتفاع الزيت يكون 1.5 سنتيمتر مو أكتر من هيك. أول ما نحط قطع العجين لازم تقوي النار وتكون المقلاي على العين الكبيرة حتى توزع الحرارة على كل المقلاي. هلأ بدي غمرهم بالزيت حتى ينهضوا ينفشوا معنا. رح قلبهم كمان على الجهة الثانية حتى ينفشوا أكتر. بس انتفخوا معنا بتخففوا الحرارة للمتوسطة. شايفين أحلى هون كتير خفاف. تغطيسهم بالزيت كتير مهم حتى يتفرغ قلبهم. تصير هيك مثل البف. رح أرجع رجعهم على الجهة الأولى وخلي هلأ درجة الحرارة بين المتوسطة والعالية مع التقليب كل شوي. رش الزيت بهي الطريقة بيعطيهم قرمشي وبيطلعوا أخف وبيستووا معكم أسرع. هيك صاروا تمام. هلا اول دفعه بتطول معكم بس بعدين بياخذوا وقت اقل، بكون الزيت سخن اكثر وفيكم تزودوا قطع العجين لاكثر من 4. مجرد بتحطهم على الشبك بتشوفوهم فورا نشفوا وما ضل اثر للزيت. تابع لتخلص كل الكميه. اهم شيء تغطسوهم بالزيت وتقلبون على الجهتين لحتى ينفشوا معكم. عن جد فطائر كتير رائعة وناجحة وخفاف جدا، وفيكن تحشوهم بأي حشو بتحبوها وبتم شكلهم هيك منفوخ حتى لو بقيوا يوم كامل. بعد ما يبردوا غطوهم أفضل حتى يتموا محافظين على طراوتهم وما يقسوا معكن وينشفوا من الهواء. شفتوا كيف قدمتهم؟ فيكن تتفننوا انتو وتحطوا أي حشو بتحبوها أما ساخن أو بارد وتاكلون. صحة وألف هنا. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، أنا عجبتني كتير وحبيت جربها وأنصحكم فيها لأن عن جد أكتر من رائعة، وهيك بتشبه عجينة جيب التاجر يلي بنعملها من التوست. إذا التوست ما متوفر عنكم بتقدروا تعملوا هاي، كتير بتطلع بتشبهها من ناحية الطعمة وأيضا شكل جديد فينا نقول. انا سبق ونزلت وصفة التوست، رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. هي وصفة جيب التاجر يلي عملتها كمان من التوست. اذا عجبكم الفيديو وشفتوني بستاهل بتمنى تدعمونا بالضغط على زر اللايك، اعملوا مشاركة للفيديو، اشتركوا بقناتي اذا ما اشتركتوا وفعلوا زر التنبيهات. وبشكركم جميع لمتابعتكم ودعمكم لقناتي. ان شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة وفيديو جديد. السلام عليكم.